بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض موضوع التروس اللي هو الجير تول. اول ما بندوس عليها بيبدا يجيب لي حاجه بالشكل دوت، فبتقدر تختار حجم الترس هيبقى قد ايه. يعني ده مثلا اهوت، تمام، ممكن تغير الحجم بتاعه فتلاقي ان هو بقى كبير جدا بالشكل دوت مش يناسبنا، فاحنا هنصغر بس كده شويه، تمام. ممكن تعمل ترس مثلا بالشكل دوت، ممكن الترس تيجي هنا وتدوس هنا وتقول له انا عايز اعمل باتور فيه، وتقدر تختار الزراير. يعني ممكن تقول مثلا فورورد هيبقى كيو، وباك هيبقى الدبليو، وان انت تعمل بريك او تقف هيبقى الاي، اي رموز انت عايزها، تمام. فاحنا مثلا هنبدا نشغل لعبة وعايزين نبدا نشغل، هنقول له كيو هتدور بالشكل دوت، دبليو هيدور بشكل عكسي، اي هيقف. طيب خلينا نعمل ترس، بس اقول له المره دي خلي فيه انترنال جير بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن نشيل الاكسترنال ده بالشكل دوت، خلينا الهولي جير دي ممكن نصغرها شويه اهو، نعمل حاجه بالشكل دوت، خلينا نلغي دوت، تمام. ممكن بقى نيجي مثلا على دوت نعملها موف، نحطها هنا مثلا اهي، وهنقول له ابدأ شغل. طيب هنا تعال نشوف الموتور اهوت، وبريك ريفرس لو انت عايز. هنا هنقول مثلا كيو، وهنا دبليو، وهنا هنقول له اي. طيب هنبدأ نقول له كيو، بالشكل دوت ممكن تقول له اعكس بالشكل دوت، فهتلاقي الموضوع تقدر تتحكم فيه بشكل قوي جدا. ممكن تيجي هنا وتصغر الترس دوت لو انت حابب، هنقول له مثلا كيو بالشكل دوت. خلينا نيجي هنا الكيو هو بيلف، تقدر تخلي تلف بشكل عكس، تقدر توقفه بحرف الاي لو انت حابب. طيب دلوقتي هنشوف حاجة تانية، خلينا نيجي هنا وهبدأ ارسم مثلا ترس بالشكل دوت اهوت، تمام. وهرسم مثلا زي حاجة كده تتحرك معاها بالشكل دوت اهو، هو تعمل لها موف من هنا لهنا اهو، واحط هنا حاجة تمسكها بالشكل دوت، تربطهم الاتنين ببعض. وبعد كده حاجة هرسم هنا فوق شكل كده، تمام. وبعد كده هرسم شكل تاني بالشكل دوت اهو، واخد شكل ده كده كوبي، تمام. وهبدأ طبعا الاتنين دول لازم يتعملهم تثبيت بالشكل دوت، وده يتعمل تثبيت، وده هيتربطوا مع بعض الاتنين دول مع بعض بالشكل دوت، تمام. وهبدأ أعمل عملية الحركة، هاجي على دوت وهاجي هنا هقول له الأكس عايز يبقى فيه الموتور بيتحرك بالشكل دوت، فكده عمل الحركة. طيب احنا ممكن بقى نعمل حاجة تانية، ممكن اجي اعمل هنا واقول له ان انا عايز مثلا ازود سنة كده لفوق، وده برضه هزود سنة لفوق بالشكل دوت، تمام. وهاجي هنا هبدأ ارسم بقى اضافة كده مثلا حاجة بالشكل دوت، وممكن يديها زاوية، تمام، بحيث ان دي مثلا المسار مثلا اللي هتمشي فيه المية، فاعمل له روتيت بالشكل دوت، واعمل له موف حاجة بالشكل دوت، واعمل له تثبيت، تمام، بحيث ان المية هتمشي بالشكل دوت، ودي تبدأ تطلع المية وتخليها تمشي في المسار التاني. وبعد كده هبدأ احط مثلا حاجة بالشكل دوت اهو، تمام. ودي بقى ممكن برضو نعمل لها زي تثبيت كده بالشكل دوت. خلينا نبدأ نحط بقى المية
في ميه جاهيت الميه اهي تمام، هنبدأ نشغل الميه تنزل كده، فدي بقى هتدفع الميه لحس انها تطلع تمشي في الاتجاه دوت. كل ما يبقى فيه ميه تمام هي تبدأ ترفعه لحد فوق بالشكل دوت. ممكن مثلا ننزل دي سنة، خليها حتى كده، ودي ممكن برضو نعمل لها تصغير. احنا لسه في مرحلة الديزاين، فهي بتيجي حاجة بالشكل دوت، المية تنزل، فدي تبدأ ترفع المية اهي بالشكل دوت. ممكن بقى نعمل خزان نجمع فيه المايه بشكل دوت، يعني ممكن نعمل حاجه مثلا بالشكل ده اهو، بس خلينا نوقف دوت. هنعمل خزان كده اهو، وهبدا اطرح منه شكل معين حاجه بشكل دوت، اقول له ده يتعمل له قط ونلغي، وده نلغي، وطبعا هنثبت ده عشان ما يقعش. فممكن نقول له ده نعمل له هنعمل له جلوت وباك جراوند، وخليها بقى نعمل ميه تانية هنا اهي، كأن دي مثلا في ميه مطرة اهي، دي بقى تدفع الميه كده طبعا. نقدر نعدي ده عشان الميه ما تخرجش بره وهكذا. وممكن مثلا نيجي على ديت ونعمل لها سيرتش شوية كده تمام، بحيث ان هي ايه تدفع اي مية تمشي للمسار دوت. ونقدر نيجي هنا مثلا نكبر ده شوية عشان يبقى فيه زي خزان مية عندنا.